اليهودية التي خدعت جمال عبد الناصر الفنانة فيفي يوسف. الفنانة فيفي يوسف ولدت في 28 إبريل عام 1920 في مدينة القاهرة لأسرة يهودية الأصل، كانت تسكن في حي باب اللؤ، وبدأت أعمالها الفنية في السينما في سن متأخر نسبياً. كانت قد تخطت 30 عاماً في فيلم بنت البلد عام 1954، واشتهرت كثيراً بهذا الدور للدرجة التي جعلتها تقوم بعمل 5 أفلام في العام التالي عام 1955. وصلت مسيرتها الفنية في السينما وقدمت العديد من الأفلام بدور الأم أرستقراطية ومديرة المدرسة. على الرغم من أنها بدأت مشوارها الفني في السينما في سن متأخر نسبيا وبأدوار ثانوية، إلا أنها لم ترغب في أن تستمر على هذا النحو، وقررت تغيير الدور النمطي الذي يراها به المخرجون. فقد بدأت الفنانة فيفي يوسف بأدوار ثانوية وصغيرة كخادمة أو عاملة بفندق، إلا أنها استطاعت بمهارة وسرعة أن تثبت نفسها أمام الكاميرا وترتقي بنفسها إلى مرتبة أعلى، فقد قامت بتجسيد دور الأم الأرستقراطية التي تحرك الأحداث وفق هواها، فهي لم تلتزم نمط ما طول مشوارها الفني، بل حرصت على التنوع واختيار الأدوار المختلفة. وهذه الأدوار أضافت إلى رصيدها الفني الكثير، وأصبحت من نجوم السينما والتلفزيون المعروفين بالأدوار الثانوية ولكنها مؤثرة. الفنانة فيفي يوسف هي من أصول يهودية فلسطينية، انتقلت أسرتها للعيش في مصر في منتصف القرن ال19 في عام 1948 نشبة الحرب، ووضعت أوزارها بين اليهود المحتلين لفلسطين والدول العربية، مما أدى إلى النظر إلى كفة اليهود باستحقار من قبل المسلمين. فعاش اليهود في حالة من الرعب وسط العرب المسلمين خوفا من الأذى. وفي مقال نشر في جريدة هارتس حمل عنوان رجوعا إلى العصر الذهبي، أين اختفى جميع اليهود الذين نجحوا كفنانين في البلدان العربية؟ كتب الصحفي والمخرج من أصل مصري إيال ساجي، نجد أن الكثير من اليهود الفنانين تأثروا في مصر، خاصة في نظام الراحل جمال عبد الناصر الذي رحل العديد من اليهود من مصر، وقاد ذلك القرار الفنانة اليهودية الأصل للتفكير في التخفي ورأس إطار العمل في التمثيل، والقليل من يعرف أنها يهودية الأصل. بدأت الفنانة اليهودية فيفي يوسف أعمالها الفنية في عام 1954 عندما اختارها المخرج حسن السيفي لتشارك في دور ثانوي بجانب البطل إسماعيل ياسين في فيلم بنت البلد. بعد هذا الدور اشتهرت الفنانة الراحلة كثيرا، وقدمت في العام اللاحق 5 أعمال في السينما، منها فيلم أماني العمر عام 1955. توالت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، وقدمت مسلسل الانتقام في عام 1969، وقدمت بعد ذلك مسرحية على جناح التبريزي وتابع قفا، إلا أن أشهر أعمالها كانت في السينما في فيلم اللص والكلاب مع الفنان رشدي أباظة، وظهرت أيضا في فيلم قلوب حائرة عام 1956 مع الفنانة نيلي والفنان محمود المليجي. تخطت أعمالها حاجز 100 عمل، تنوعت بين التلفزيون والسينما، وتوقفت تلك المسيرة الكبيرة عام 1995.
شاركت الفنانة فيفي يوسف الفنانة ميرفت أمين في فيلم الدموع الساخنة، وكانت تدور أحداث الفيلم حول شخصية حنان. ميرفت أمين التي ماتت أمها وهي صغيرة السن، فيقرر والدها أن يتزوج من عالمة وقودة والتي تدمر حياتهم. وبعد موت أبيها هربت حنان منها، وتم القبض عليها من قبل النقيب محمود حسين فهمي الذي تعاطف معها وأخذها لتعيش معه أسرته في المنزل. والدة المستشار حمدي شاهين وهو الفنان محمود المليجي، وشقيقه طبيب الأطفال شريف وهو الفنان نور الشريف. وقع محمود في حبها وتغيرت حياتها كثيرا، وشاركت الفنانة فيفي يوسف بدور زوجة الأب القوادة إلى الرذيلة. تم عرض الفيلم عام 1976. من أشهر أعمالها الفنية فيلم أنا وقلبي، وفيلم بنت 17، والهاربة، والمرأة المجهولة، وفيلم الخرساء، وفيلم هذا الرجل أحبه، وأيضا فيلم بين القصرين، وأنا الهارب، والمعجزة، وفيلم اللص والكلاب. توفيت في 6 مايو عام 1995 عن عمر ناهز 75 عاماً.